بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البارحة يا إخوتي، قبل البارحة كنت متألما لحال إخوتي في غزة، والآلام التي تحصل في غزة، والحاجة يا إخوتي لأولئك الناس الموجودون في هذا السجن الكبير المسمى غزة. يعني أنا تأتيني أخبار عن حاجتهم، أنا أعلم أنهم فقراء يعني من زمان يعني، ولكن أن وضعهم الآن أصعب بكثير. المهم ذكرت لأخ من الأخوة ما الذي حصل من دعاء لإخوة، يعني قدموا شيء قليل لإخوتهم في غزة، فما كان من هذا الأخ البنغلاديشي إلا ذهب إلى أسرته وتكلم مع أسرته عن هذا الأمر، فقامت أسرته من زوجته وبناته الثلاث، فجمعنا كل ما عندهن في، يعني تعرف واحد عنده سبار بوستر كما يقولوا بالسويدي، مكمورة يعني يطفية، يعني بجمع كرونات وكذا. راحوا جابوا أولاده ومرته كل شيء محهم، حطوه بكيس وجاب لي هالكيس وإجا. صدقوني يا إخوتي ما بيعرفوا قد ايش في بالكيس، قد ايش في هذا الظرف اللي جاب لي، اللي أعطاني إياه، اللي خود هذا بعته لغزة. المهم أنا عديت المصاري اللي فيه، طلعوا 4263 كرون. هو ما عرف قديش فيه، لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فسبحان الله، يعني هذا هو بنغلاديشي وهيك شفق على أخوته، وراه لعنده أولاده صغار، جابوا كل شيء مجمعينه بالمكمورة حطوه بالظرف ونبعته إن شاء الله لغزة. وقلنا له الأخ نبعت له، يا قلنا له أخي هذا أنت ما منمن على الناس، لحنا أنا بدي إياك تقولن للأخوة على الشكل التالي: نشكركم لتفضلكم بقبول هذه المساعدة البسيطة، ونحن خجلانون ونحن نقدمها، وكنا نتمنى لو أننا نفديكم بأدمائنا وأرواحنا، لأنه الحقيقة أنهم هم المتفضلون علينا. افرض أنهم رفضوا أخذ هذه الصدقة، ما الذي سيحصل لو رفضوها؟ يعني ممكن يرفضوها، ما بدي أخذها أنا، ومصيبة هي بالنسبة للي دفع الصدقة، هو دفعها متأمل فيها أجر الله، فإذا رفضها هذلك شو بيصير؟ ما بياخد أجر. يعني عرفت كيف؟ فطبعا بعرف الأعمال بالنيات، لكن أنا أريد بس إثارة التفكير. يعني إذا هو قبلها معناته تفضل علي، لأنه أنا اللي كسبت، لما أنا دفعت الصدقة هي لهذا الإنسان المسكين وأخذت رضا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذا الأخ البنغلاديشي، ويتقبل من عائلته، ويتقبل من بناته، ويجعلهم قرة عين له. آمين يا رب العالمين.